جائزة أفضل ديكور تقدم الجائزة الفنانة طارة عماد. مساء الخير عليكم جميعا. اول حاجه حابه اقول ان شكلكم من هنا رهيب، وانا ليا الشرف ان انا ابقى واقفه قدام اساتذتي وزمايلي اللي انا بحبهم وبحترمهم كلهم. محدش يقدر ينكر اهميه الديكور. الديكور بيساعد ممثل ان هو يؤدي دوره باحسن طريقه، وبيخلي المشاهد يفهم الحدوته ويعيشها مع الممثل ومع القصه كلها. الديكور هو عنصر مهم جدا لنجاح اي عمل درامي، فهو بيعبر بشكل كبير عن الحاله الدراميه للعمل الفني. كان لتصميم الديكور وتنفيذ المناظر في هذا العمل دور مهم قوي في خلق عالم سحري يقع بين الواقع والخيال، وقدره على التعبير عن عالم كل شخصيه ببراعه، وخلق اجواء ثريه وبديعه بصريا باستخدام ابسط العناصر والخامات، فاستحق جائزة لجنة التحكيم كأفضل ديكور مسلسل في دراما رمضان هذا العام. جائزة أفضل ديكور مهندس أحمد عباس عن مسلسل جزيرة غمام.